للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار. دكتور عمرو بعد التحية، كيف تابعت المشاركة المصرية في قمة محيط واحد، لا سيما طبعا أيضا في ضوء استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة كوب 27؟ تمام فندم، انا يشرفني دعوه سيادتك ويشرفني اوضح نقط مهمه جدا لاهميه هذا المؤتمر واهميه حضور فخامه الرئيس لهذا المؤتمر، لانه دي مهم جدا، وكان حضور فخامه الرئيس هذا المؤتمر في غايه الاهميه. نعم. عشان بس ادي نقط بس للساده المشاهدين نوضح ايه اهميه المؤتمر دوت. المؤتمر دوت سيادتك جه بعد مؤتمر جلاسكو اللي هو العام الماضي، ودعا ليه طبعا الرئيس ماكرون رئيس فرنسا، لان هو كان حضرتكم بعض الشباب المشاهدين ان فرنسا تتولى النهارده رئاسه المجلس الاتحاد الاوروبي، ومبادره من رئيس الجمهوريه لفرنسا دعا لمعظم بعض الرؤساء المهمين ومناقشه ازاي نقدر نحد اهميه حفاظ على المحيط، ليكون هذا العنوان بهذا المؤتمر اسمه المحيط واحد. نعم. محيط الواحد. نعم. النقطة المهمة جدا في هذا المؤتمر ان هو بداية آليات لمجموعة مؤتمرات لمؤتمر الأخير اللي هو هيبقى في شرم الشيخ اللي جاي. نعم. فعندنا مجموعة مؤتمرات مهمة جدا هتحصل في الإعداد لهذا المؤتمر اللي قادم في شرم الشيخ، مؤتمر في الصين للتنوع البيولوجي، وبعدين عندنا المعلومة الجديدة ممكن بعض النقط نوضح ليها ودي مهمة جدا. عندنا مؤتمر عقد المحيطات الأفريقي الذي هيعقد هنا في مصر إن شاء الله شهر مايو، وده بينظمه المعهد القومي لعلوم البحار المصايد بالتعاون مع اللجنة الحكومية الدولية الأفريقية لعلوم المحيطات لليونسكو والأمم المتحدة، وده رعاية تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لان ده هيحط الاستراتيجيه بتاعت افريقيا عشان المؤتمر بتاع تغير المناخ اللي هيتم في شرم الشيخ. وبعديه في يونيو مباشره هيتم مؤتمر تاني حضرتك الامم المتحده هتعمله في يونيو في لشبونه. وبعدين وبعدين هنختم هذا الاكتيفيتي وهذه الاتفاقيات وهذه الاجتماعات للمؤتمر المهم جدا اللي هيتم، اللي هو مؤتمر الاطراف في اتفاقيه الامم المتحده اللي تغير المناخ اللي هيعقد في نوفمبر ان شاء الله في شرم الشيخ. عظيم جدا. لو جينا تمام، فلو جينا ركزنا ايه المؤتمر ده، اربع نقط في غايه الاهميه اللي اتكلم عليهم في النقطه دي. لو احنا عملنا تقييم لهذا المؤتمر والاحداث فيه، فكان في اربع نقط في غايه الاهميه. اول حاجه كان النقطه الاساسيه الاتفاقيه، ازاي نحافظ على نظام البيئة والايكولوجيه بتاعه البحريه بتاعه البحار. نعم. التنوع البيئي. وخاصه وخاصه مصايد الاسماك المستدامة. أنا هتكلم على كل نقطة بعد كده برجراف صغير أهميتها إيه. وبعدين النقطة الثانية اللي اتكلموا فيها إزاي مكافحة التلوث، وخاصة التلوث الناجم عن البلاستيك. دي كانت النقطة الثانية في غاية الأهمية في الاتفاقية. وبعدين النقطة الثالثة اللي كانت في غاية هذا المؤتمر اللي هو إزاي نتصدى وإزاي نعمل ميتيجيشن لعملية الأثر السلبي لتغير المناخ نتيجة الاحتباس الحراري. نعم. والنقطة الرابعة والأهم اللي ممكن بعض الشباب المشاهدين ما خدوش بالهم، دي ماكرون اتكلم فيها في آخر المؤتمر، ودي بقى الكومبيتيشن الرهيب ما بين الدول المتقدمة. نعم. ودي لنا فرصة في مصر إن احنا نقدر نخش فيها بالتعاون باتفاقات يعني ثنائية مع الدول المتقدمة، إزاي إدارة الاقتصاد في المحيطات. نعم. الاقتصاد الأزرق المستدام. نعم. وجلنا طبعا رؤساء مجالس ادارات كبرى شركات النقل حاضره يعني وبقوه في هذه في هذا المؤتمر. كانوا خمس شركات كبرى هقول اساميهم حضرتك، هنتكلم عليهم في موضوع النقد البحري. نعم. ففي ثروه قوميه النهارده في المحيطات اللي هي النقطه الرابعه في غايه الاهميه للثروات المعدنيه. بيتقاتل عليها الدول المتقدمه في البحث عن الثروات المعدنيه التي لها ذات قيمه، ودي بيعتبر عندهم هو زي ما ماكرون قال احنا بنعتبر الاعماق ان احنا نشتغل في ال 4000 متر عمق في المحيطات زي كاننا بنطلع القمر والمريخ. فنرجع بقى حضرتك لنقطه نقطه كده نتكلم عليها بقى نمسكها. اول نقطه اللي هي تغير المناخ،
شرم الشيخ دي يعني بوضح نقطه ان المشكله بتاعه تغير المناخ تسبب فيها بعد الصين والولايات المتحده الاتحاد الاوروبي، ان هم كانوا المسؤولين عن زياده الانبعاث الكربوني اللي نتيجه تقدم الصناعه هناك، وادى الى زياده ارتفاع درجات الحراره. وده تتحدث هنا يا دكتور عمرو عن الاحتباس، ظاهره الاحتباس الحراري وتاثيرها طبعا على نسبه بالزبط. الاكسجين اللي موجوده في بالظبط. وده اللي اتكلم عليه رئيس دوله افريقيا. نعم. قال لهم انتوا التكنولوجيا بتاعتكم هي اللي اثرت علينا. نعم. رئيس ناميبيا طبعا. ناميبيا بالظبط كده. قال لهم هذا الكلام، وانتوا اللي صنعتوا البلاستيك هنتكلم عليها، لكن احنا اللي استقبلنا النيجاتيف امباكت. فكان اتفاق ان الدول ديت ان هي تبدا تخفض التاثير الانبعاث الكربوني بنسبه 5% لغايه ما توصل ل 12% بالنسبه للاتحاد الاوروبي 2030. دي كانت من ضمن الاتفاقيات اللي هم بيوصلوا لها، زائد انضمام الصين وامريكا ان هم يوصلوا ل 30% من انخفاض الانبعاث الكربوني. نعم. ده بحلول 2030 دكتور عمرو. بالظبط كده يا سعاده. دي النقطه اللي كانوا متفقين عليها، ودي اللي هيقروها في المؤتمر الاخير اللي هيتم في نوفمبر في شرم الشيخ ان شاء الله. هنيجي نتكلم عن النقطه الثانيه بالنسبه للتلوث. بالنسبه للتلوث حضرتك، البحر المتوسط في كميه طبقا لتقرير الامم المتحده في حجم رهيب من الملوثات بتاثر فيها. بالنسبه احنا يهمنا البحر المتوسط. بالنسبه لكميات الصرف الصحي او كميات الزيت او بعض المخلفات الصناعيه. والنقطه دي في غايه الاهميه، ان احنا لو جينا بصينا لموضوع النقل البحري، لو جينا بصينا حضرتك للنقطه الثانيه دي، الخمس شركات دول في غايه الاهميه ان احنا دعيناهم في موضوع النقل البحري. الخمس شركات حضرتك دول اللي هم كانت الشركات اللي هم اعلنوا عنها، اللي هو سي ام اي وسي جي ام وميرسك وام اس سي، دول يعتبروا التوب في الاتحاد الاوروبي. نعم. في اعمال النقل البحري، لان احنا عندنا لو جينا بصينا في موضوع النقل البحري، احنا عندنا حوالي 220 الف سفينه تجاريه حضرتك بتعدي من البحر المتوسط. ووجود فخامه الرئيس في موضوع النقل البحري بالذات، ده تدعيم لعمليه اللوجستيه في موضوع هيئة قناة السويس والنقل البحري وعملية التجارة من خلال قناة السويس. طب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا دكتور عمرو، يعني نعم. فكرة أن مصر بتقدم نفسها في خانة الحل بدل من خانة المشكلة، بتقدم نفسها للمجتمع الدولي بصفتها يعني نقطة أو مركز مهم للطاقة المتجددة، كما أعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته عندما قال نحن نسعى إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ذلك في المقابل لخفض حجم الانبعاثات قطاع النقل البحري. كيف قرأت هذا الأمر تحديدا؟ أنا ممكن عشان أوضح برضو لحضرتك وللشهادة المشاهدين، مصر وفخامة الرئيس مهتم ليه بالطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. لان النهارده الناس الدول التي تسببت في حدوث هذا المشكله، مطلوب منها النهارده تساعد الدول التي تضررت هذه المشكله. فلما تكون مصر دوله ليس لها نيجاتيف امباكت في الانبعاث الحراري، او دوله ليس لها نيجاتيف امباكت في اي ضرر بالنسبه لارتفاع درجات الحراره او الانبعاث الكربوني او هذا الكلام، فكان فخامه الرئيس مهتم جدا ان يثبت للعالم ان مصر لا تشارك في هذا الدمار الذي يحدث في العالم. طب دكتور عمرو معلش، احنا انا عايز اعرف الهيدروجين الاخضر ايه اهميته، ايه فائدته في موضوع النقل البحري تحديدا؟ بالظبط يا فندم. هو النقطه ان الوقود الاحفوري او البترول لما بيجي يستخدم في النقلات وبيجي يتحرق في المكن، الكربون بتاعه عالي، الكربون عالي جدا، عظيم. فهي دي لما احنا بنقول لحضرتك 220 الف سفينه بيعدوا في البحر المتوسط. فاذا الانبعاث الحراري غير التجاره العالميه اللي في العالم كله، فده نعم. بيطلع نسبه كربون عالي جدا. نعم. يعني المبادره المصريه هي احلال واستبدال الكربون او البنزين العادي بالهيدروجين الاخضر. انا فاهم صح كده. طيب في كده. كما سمعنا يعني دكتور عمرو
بعض رؤساء الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، كانت بتتكلم برضو عن بديل آخر وهو بديل الكهرباء. إذا ما قارنا الهيدروجين الأخضر بالكهرباء كتكلفة أو كجدوى اقتصادية بالنسبة للسفن التي تمر عبر المحيطات والبحار، إلى من تذهب هذه، يعني في صالح من تذهب هذه المقارنة؟ هي النهارده زي ما كرون قال ان احنا المفروض نستثمر ونشجع الشركات دي ويبقى في استثمار لاستخدام البديل للوقود اللي هو الاحفوري اللي هو بتاع البترول. فالنهارده لو جينا بصينا حضرتك عشان نوضح نقطه مهمه جدا، لو جينا بصينا من 5 سنين كانت الطاقه الشمسيه كانت مكلفه جدا، كانت غاليه جدا، ولكن الاستثمارات والتكنولوجيا اللي كانت تمت في الخلايا الشمسيه النهارده قربت جدا من تكلفه الكيلو وات بالطاقه الاحفوريه. عظيم. فبقى انخفضت من 80 سنت لحوالي 7 سنت الكيلو وات. فهو النهارده بيتكلم ماكرون بيقول احنا لازم نستثمر نشجع السفن الاستثماريه ديت بالعلم والبحث العلمي والتكنولوجيا الجديده ان احنا نشجعهم على استخدام الوقود الهيدروجيني او الهيدروجين الاخضر في هذا الوضع. عظيم عظيم. دكتور عمرو، كمان يعني في بعض من رؤساء دول مثل رئيس الناميبي عندما قال ان الدول المتقدمه يجب ان تطلع بمسؤولياتها، هي التي يعني تصنع مثلا ماده مثل ماده البلاستيك، الدول الافريقيه لا تقوم بصنع هذه المواد، ومن ثم فان الدول المتقدمه عليها تبعات المسؤوليه الخاصه ب رأب الصدع الذي حدث في البيئة والأضرار التي شهدتها البيئة بشكل عام. السؤال هنا، هل تعتقد أن الدول الصناعية الكبرى يعني لها القدرة أو على الأقل لها النية في أن تقوم بتعويض الدول الأخرى عن ما تضررت منه او الاسباب التي تضررت منه بسبب يعني انتاج مواد مثل البلاستيك؟ تمام سعادتك. هو نوضح حاجه برضو غايه الاهميه، ان الدول المتقدمه لها مصالح ومصالح اقتصاديه بالاضافه الى المصالح السياسيه مع الدول العالم الثالث. في غايه الاهميه، يعني لو جينا بصينا الدول الافريقيه، ان احنا الاستخراج الخامات اللي هي اللي بتقوم على الصناعه في الاتحاد الاوروبي او في امريكا بياخدوها من الدول الافريقيه. فدي نقطه في غايه الاهميه، ان هو النهارده لما يجي الدول اللي هي متضرره بتيجي، او انا دوله كعالم نامي والدوله المتقدمه ليها مصالح مع هذه الدوله، فبتيجي تقول له انت تضررت من 1 2 3. فهنا في النقطه زي جنوب افريقيا حضرتك في مؤتمر جلاسكو اخذت عديد من المليارات كدعم للنيجاتيف امباكت اللي عرضوه لهم، وده يعني نجاح كبير لهم. واحنا نتمنى ان مصر نعرض الاضرار، لان احنا عندنا ضرر كتير جدا نتيجه تغير المناخ. تغير المناخ بالنسبه للبحر الاحمر للشعاب المرجانيه، وتغير المناخ ان النهارده الوضع يعني الصيد الجائر اللي حصل، هنوضح لحضرتك في مشكله كمان مهمه جدا، الصيد الجائر في البحر المتوسط للتونه وعدم الالتزام بالحصص ادى لانخفاض يعني حجم اسماك التونه في البحر المتوسط. ومصر لها حصه من اسماك التونه ولازم الحصه دي تتحافظ عليها. بالاضافه حضرتك للتغير المناخ والارتفاع السي ليفل، النهارده كلف الحكومه المصريه عمل انشاءات كبريك ووتر حمايه للشواطئ ضخمه بالمليارات، حمايه لمحافظه اسكندريه بالمليارات.